مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجنا وسط الخبر، أنا ريم الزايدي وانتصار فتحي. والبداية بالعناوين. أصداء توقيع الاتفاقية بين ليبيا وتركيا تتصاعد وحكومة دبيبة تصر على تفريطها بمصالح وثروات البلاد. وعداوات تركيا ومصالحها تعزز ارتباطها بحكومة الوحدة الوطنية وتزيد من الاستقطاب السياسي الداخلي. مرحبا بكم مشاهدينا إلى برنامجنا وسط الخبر. وفي قضيتنا لليوم، وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بصفته مكلفا بمهام وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود شاوش أغلو وفاتح دونماز. وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز، لكن هذا التوقيع أثار ضجة واعتراضات داخلية وخارجية وحتى من مدونين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج المفوض بمهام وزارة النفط والغاز رفض الاتهامات الموجهة لحكومته بشأن التنازل عن الأرض والبحر بعد توقيعها مذكرة التفاهم. وأضاف الحويج في مقطع مصور أن المذكرة لا تضر الليبيين وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي. أنا بقول شكرا له الذي تم توقيعه ليس اتفاقية وتنازلنا على الأرض وتنازلنا على البحر. كيف هذا الكلام؟ هذا كلام غير سليم أصلا. إحنا هذه مذكرة تفاهم عادية تبين إطار كيف يستثمروا الشركات التركية أسوأ بالشركات الأمريكية والمصرية والأوروبية كلها زي بعض. رأي مذكرة التفاهم معروفة، والغريب ودلنا في مذكرة التفاهم ثلاث شهور سجن تلغيه ليبيا ولا تركيا، يديروا نوتس يسموا فيها ويلغاها إذا كان ما عجبتهمش. بعتلي أنا شخصيا موقع عشرات ولا مئات الاتفاقيات الاستراتيجية والمذكرات سواء في السنوات القديمة وتوليت مناصب معقولة، ما هل سجل علي يوما ما أنا ما كنت بعت ليبيا ولا بعت حتى ولا مديت يدي للفلوس؟ أبدا، ولا نقبل هذا الكلام. ولذلك هذه المذاكرة من الصراع السياسي ما لي علاقة، أنا تبعي للوطن، ولما ندير ورقة نقراها 100 مرة ولا تضر بليبيا. يأتي هذا بعد أن ندد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي بشاغة بقيام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتوقيع على اتفاقات دولية كونها منتهية الولاية. كما أكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم على حد قولهم. ويذكر أن مصر لا تعترف بحكومة الوحدة معلنة تأييدها لحكومة بشاغة، كما تخوض اليونان صراعا سياسيا مع تركيا بخصوص عدة قضايا منها الاتفاقية الليبية التركية التي تراها مخالفة للقانون الدولي. من جهته قال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيدا من التوضيحات، معتبرا أنها تستند إلى مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى. وأضاف ستانو في بيان أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك قلل الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بليغيتش من أهمية التصريحات الصادرة
من اليونان والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاقية، قائلا إن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين الدولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة. وأضاف أن جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة لن تسفر عن أي نتائج حسب تعبيره. لكن ريم، الاعتراض هنا المثير للانتباه جاء من طرابلس تحديدا، بعد أن أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة مساء الاثنين رفضهم توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، مستنكرين ما وصفوها بالانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك، معتبرين أن ذلك قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بكل من ضيوفي الذين سينضمون إلينا اليوم، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية البروفيسور الهادي شلوف، ومن أنقرة ينضم إلينا المحلل السياسي فراس أوغلو، ومن القاهرة رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد الشريف. أبدأ معك سيد شلوف، بداية اليوم وبالنظر لتسارع الأحداث وحتى هذه الأحداث يمكن وصفها بالفجائية في التوقيع على هذه الاتفاقية، ألا يجعلنا هذا نطرح اليوم تساؤلا، لماذا هذا الاستعجال التركي لدرجة حتى عدم انتظار وجود وزير النفط الليبي أساسا في البلاد، وهذا يكشف عدم الترتيب حتى، كيف تفسر هذا سيد شلوف؟ أولا أحييكم وأحيي مشاهديكم. بكل تأكيد أولا لابد أن نقف عند نقطة أساسية ومهمة، حتى يومنا هذا مذكرة التفاهم لم يتم نشرها كاملة، وإنما مجرد مقتطفات وبعض التصريحات عن هذه عن مذكرة التفاهم. حتى وإن كان ما قاله السيد الحويج بأنها ليست اتفاقية، في واقع الأمر هي اتفاقية ووقعت من قبل وزير الخارجية، وهو وفقا للمعايير الدولية والقانون الدولي تعتبر جزء أساسي ومهم. ولكن في جميع الأحوال علينا نرجع إلى الاتفاقية التي وقعت في 1919، وهي المتعلقة بالحدود البحرية، وهي تعتبر أساسية ومهمة جدا، وودعت حسب علمي إلى مجلس الأمن وأيضا إلى السكرتارية العامة للأمم المتحدة كما هو تودع جميع الاتفاقيات الدولية، ولم يكن هناك احتجاج حقيقة رسمي من قبل مصر أو من قبل اليونان في ذلك، ولم يحصل أي اعتراض على هذا الموضوع، ولم يتم طلب تحكيم في هذا الموضوع، ولم تتم أي نزاع قانوني حتى يومنا هذا. هناك طبعا عدة اتفاقيات وقعت في الماضي، ولكن حقيقة حتى الآن لم يوجد تحديد رسمي للحدود البحرية اليونانية وتركيا، بالرغم من أن طبعا بحر إيجا هو طبعا يشمل كل الجزر اليونانية، فبالتالي امتداد تركيا إلى الجانب الجنوبي الغربي هو طبعا يعطي مساحة مهمة جدا لتركيا، ولكن في الجانب الآخر وفي المقابل يعطي أيضا امتيازات للدولة الليبية في المساحة الكبرى على حساب طبعا بكل تأكيد اليونان. نأتي إلى مسألة الآن، ما هي هذا الاتفاق الذي تم حديثا؟ هو تكملة للاتفاقية طيب التي وقعت. طيب سيد شلوف، لا شك بأن كل هذه الخلفيات التي تذكرها هي مهمة في هذا الشأن بالتحديد، ولكن دعني أركز معك على مسألة التوقيت، وهذا ما سألتك عنه، لماذا الآن ولماذا تركيا توقع اتفاقية مع حكومة هي من المفترض أن تكون مؤقتة وأتت فقط لتنجز مهمة الانتخابات وتكون حكومة خدمية بالنسبة للمواطن لفترة معينة،
لماذا توقع معها اتفاقية؟ يعني لماذا لا تنتظر تركيا حتى تستقر البلاد وتأتي حكومة منتخبة من في انتخابات وطنية وتوقع معها اتفاقية كهكذا؟ أنا كما أسلفت في الحديث قلت بأن الاتفاقية وقعت في واقع الأمر التي تحدد الحدود البحرية التركية الليبية اليونانية وأيضا المصرية، وقعت في 2019. أي هنا هذه الاتفاقية الآن مضى عليها حدود 4 سنوات أو 5 سنوات على الأقل يعني. وبالتالي أنا هنا أستدرك لأني قلت 1919 ولكن في واقع الأمر 2019. ففي واقع الأمر طبعا هو امتداد لذلك. ولماذا تركيا تريد الإسراع بأن تقوم بهذه الاتفاقية؟ لربما طبعا لديها مصالح تراها الآن عاجلة، خصوصا في مسألة الطاقة. وإذا وجدت هذه الاتفاقية الحقيقة، بصفتك أستاذ جامعي وأكاديمي وأيضا سياسي، بكل تأكيد لم تحدد ولم نعرف الحقيقة خبايا هذه الاتفاقية. وفي جميع الاتفاقيات الدولية هناك عدة مذكرات يتم تبادلها ورسائل وغيرها من الأشياء التي هي تشمل في واقع الأمر لجميع هذه الاتفاقية. ومن تم لربما الأمر لم يكن كما ذكرت بأنه عجل من الجانب التركي. طيب أستاذ هادي، هناك إعداد وعدة تبادل في مذكرات فيما بين الحكومة التركية والحكومة الليبية في هذا الجانب. حقيقة أنا لا أريد أن أدخل في بروفيسور هادي ابقى معنا بروفيسور هادي ابقى معنا ولأنتقل إلى ضيفي الكريم من أنقرة المحلل السياسي فراس أغلو. يعني الفرقاء الليبيون يتهمون حكومة دبيبة بأنها غير شرعية وبالتالي لا تملك حق توقيع اتفاقيات سيادية دولية، وهذا مفهوم، لكن رئيس المجلس الرئاسي نفسه وهو حليف لدبيبة نفى علمه بالاتفاقيات وتوقيعها إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما الذي يدفع دبيبة لهذا سياسيا، ولماذا تفيده الاتفاقية برأيك؟ طبعا بعد التحية الطيبة لك وللضيوف الكرام، يعني أنا أظن إذا سنبدأ من المشهد الليبي، طبعا هي تثبيت للواقع السياسي بأنه هذه الحكومة رغم أنها حكومة مؤقتة إلا أنها تستطيع أن تنجز أو لديها إنجازات سياسية، لأن هذا المذكرة التفاهم بين الطرفين هذه فيها شقين، الشق الاقتصادي والشق السياسي. إذا دخلنا في الشق السياسي، هي تثبيت للقدرة السياسية، تثبيت للقوة السياسية والنفوذ السياسي سواء للسيد دبيبة أو حتى للسيد تشاوش أوغلو أو السياسة الخارجية التركية بشكل عام. النقطة الثانية ربما هو إيحاء للمجتمع الدولي أيضا بأن هذه الحكومة الليبية ما زالت قادرة مسيطرة إلى آخره، وهذا ربما سيستدعي على أن ليبيا تسير نحو خطوة ثابتة. نعم ربما حتى الآن وإن تكلم وزيراء الخارجية في ذلك اليوم عن أن لابد من السير قدما نحو انتخابات وهو ربما الحل الأفضل في هذا السياق رغم وجود العقبات، إذا هذه الخارطة الطريق الواضحة للطرفين. سنتكلم بأن تركيا تدعم التوجه مباشرة للانتخابات، وبعد ذلك من سيفوز لابد من الجميع احترام هذه النتائج. طبعا هناك كثير من الأمور لا ندخل في التفاصيل، مسألة جمع المؤسسات وتوحيد الجيش والأمن وإلى آخره والأمور السياسية، ولكن يبقى الخلاف السياسي موجود في الداخل الليبي. هذا تحاول تركيا أن تكون صديقة لجميع الفرقاء، لكن هنا الآن نتكلم عن مصالح دولة لدولة وليست حكومة لحكومة. من ينجز مصالح الدولة هي الحكومة الموجودة على رأس الحكم سواء في تركيا أو سواء في ليبيا. بعد ذلك ربما الشق الاقتصادي، هذا أظن يعني شيء عائد للحكومة الليبية كيفية شرح هذه الاتفاقية، لأن تركيا قالت بشكل صريح بأن الاتفاقية قائمة على مسألة الكل رابح، يعني أنت تربح وأنا أربح. إذا أردت أن أعود بالشق نوع ما نحو تركيا، هناك صراع سياسي استراتيجي كبير ليس فقط في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية والكل يبحث عن مصادر للطاقة، هذا أيضا مهم جدا لليبيا.
إذا أصبحت هي أيضا من أحد مصدري الطاقة سيلهث الاتحاد الأوروبي خلف ليبيا بأي حكومة كانت، وهكذا ستفرض حتى ليبيا أي حكومة كانت شروطها أكثر على الاتحاد الأوروبي. هناك مشكلة كبيرة مع اليونان، اليونان تريد أن تسيطر على كل المياه سواء في إيجا وشرق المتوسط وحتى مياه ليبيا نفسها وحتى المياه المصرية أيضا. لذلك في الاتفاقية التي حصلت في 2019 لم يكن الخاسر الوحيد سوى اليونان، مصر ربحت، تركيا ربحت وحتى ليبيا. لذلك سنجد أن اليونان ستضغط أكثر لأنها ملعوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، وأيضا ستدخل في عالم الخلافات السياسية في الداخل الليبي. لكن نعم أستاذ فراس، يعني هذه الاتفاقية يعني جاءت في ظرف يعني دقيق بالنسبة للليبيين، يعني هل تعتبر هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هي مكافأة يعني تدفعها حكومة دبيبة لقاء الحفاظ على الدعم التركي في مواجهة حكومة بشاغة؟ سيد بشاغة أيضا صديق لتركيا، كان موجود في تركيا وحتى قبل أن يكلف في رئاسة من قبل البرلمان لرئاسة الوزراء أيضا كان في تركيا، وهو يعني من وقع الاتفاقية السابقة. لذلك أنا لا أظن أن هذا الكلام صحيح، لأن كلا الطرفين صديقان لتركيا، ونعلم أن السيد بشاغة هو من وقع الاتفاقية في 2019 وأمور أخرى في مسائل أمنية مع تركيا. لذلك أنا أرى هذا خلافا سياسيا بين الفرقاء. حتى لو كان يعني سمعت أن هناك اعتراضا من قبل البرلمان الليبي في عفل هذه الاتفاقية، لكن اعتراضك على ماذا؟ يعني دائما عندما يكون هناك اعتراض هو تفصيل للبنود، هم يقولون أن لم تشرح هذه البنود. يعني أنا لا أعرف، هذا شيء داخلي في ليبيا لا أستطيع أن أتدخل فيه، لكن إذا البرلمان دائما يعترض على بنود واضحة، مثلا هذا لا يفيد وهذا يضر في المصلحة العليا أو الاقتصاد، لكن حتى ذلك لم يتضح. يعني هي القضية قبل لم يمر عليها حتى 24 ساعة. إذا أعتقد أنه هو خلافا سياسيا ليس اقتصاديا، وأظن أن حتى الأيام القادمة ستبرز أهمية هذا الاتفاق. طيب. هل هو دعم تركي للسيد دبيبة؟ ربما ممكن أن يكون في هذا السياق، لكن في النهاية أنا أقول لا، هي نظرة استراتيجية أكبر من ذلك. طيب سيد فراس، اسمح لي فقط أن أنتقل للسيد محمد الشريف. سيد محمد، اليوم بالعودة لما يقال عن بداية تقارب مصري تركي، هل هذا التوقيع برأيك هو تعبير عن فشل مسار هذا التقارب، أم يمكن اعتبارها ورقة ضغط تركية على القاهرة لتسريع التطبيع بينهما؟ خاصة نذكر أن حتى البيان التركي ذكر رفض اليونان وقبرص ولم يذكر رفض مصر، لكن هل يمكن أن نعتبر هذا نوع من تجاهل التصعيد أو عدم اعتماد التصعيد مع مصر من قبل تركيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وبضيف حضرتك الأكارم في الاستوديو. يعني أنا شايف أنه المشهد في ليبيا وكل الاتفاقات التي حدثت في السابق وتحدث حاليا ما هي إلا شو إعلامي، وما هي إلا يعني اتفاقات من أجل أن تظهر شرعية أي من الأطراف. وبالتالي ما حدث من ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا وهي لا تجمع حدود وفق لقوانين البحار الدولية، وما تم في 2019 وما تم اليوم ما هو إلا شو إعلامي، لأن الحكومات التي أتت في ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم لم تأتي أي حكومة شرعية منتخبة من الشعب، ولم يأتي أي جسم منتخب من الشعب سوى مجلس النواب. وبالتالي هذه الحكومات منذ حكومة فايز السراج وحتى الحكومات الحالية هي فرضت على الشعب الليبي ورفضها الشعب الليبي وجاءت لمهام محددة، لكن للأسف الشديد الجميع لا يراجع المهام التي تم توكيل حكومة الدبيبة أو حكومة فايز السراج بها، ومع ذلك هذه الحكومات خالفت كل الاتفاقات. حكومة عبد الحميد الدبيبة جاءت من رحم لجنة 75 وجاءت لمهمة محددة هي أن تقود الدولة الليبية وتسير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات أو تنتهي في يونيو 2021 و2022.
وبالتالي هي انتهت الحكومة منذ يونيو الماضي، هي حكومة منتهية الولاية، بالإضافة أنها لا يخول لها أن تأتي في هذا الظرف والمشهد السياسي. لكن سيد محمد، يعني كيف ترى معاملة تركيا لحكومة الوحدة الوطنية وكأنها حكومة رسمية للبلاد، حتى أنها وقعت مع هذه مذكرة التفاهم؟ هي ليست حكومة رسمية للبلاد، هي تركيا حاولت أن تستغل الظرف وأن تضغط على المسار السياسي في ليبيا وأن تتواجد بشكل مكثف من خلال هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت من تاريخ أن أنهى أو أقالها البرلمان، ومن تاريخ انتهائها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، وفي تاريخ تبديلها بحكومة السيد فتحي بشار. فكل الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة هي إجراءات حتى المجتمع الدولي منقسم حول هذه الحكومة، حول شرعية هذه الحكومة. المجتمع الدولي نفسه حتى اللحظة منقسم، وبالتالي الأمور في ليبيا أمور تسير بطريق عشوائي. هذه الاتفاقية جاءت من أجل أن تستغل تركيا الظرف بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، حتى أنها تدخلت في موضوع أنبوب الغاز بتاع نيجيريا، وهذا الموضوع موضوع شائك وموضوع يؤكد على أن تركيا تريد أن يكون لها دور حتى تضغط على الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى أن يعني حتى أن هناك من تحدث عن ترسيم الحدود بين تركيا وبين ليبيا وأبطل هذه الاتفاقية من الأساس، بالإضافة إلى أنها لم تتداول بشكل أساسي ولم تأخذ شرعيتها ولم تقر أمام مجلس النواب ولم يعترف بها مجلس النواب. طيب، والمستشار عقيدة صالح نفسه رفض هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أن حتى الذين وقعوا هذه الاتفاقية تحدثوا ولم يتحدثوا عن الاتفاقية، قالوا أنها مذكرة تفاهم لمدة معينة. يبقى إذن كل ما يحدث وصلت الفكرة أستاذ محمد. اسمح لي شرعية حكومة اسمح لي فقط أن أعود مرة أخرى إلى البروفيسور الهادي شلوف. يعني من خلال التحرك اليوناني يبدو أن أثينا لا تملك أوراقا مهمة لتغيير الواقع، ويبدو الخطاب اليوناني شكوى أكثر منه تلويح برد فعل حقيقي على التحرك التركي على الأرض بتوقيع الاتفاقية. هل توافق على هذا التوصيف؟ بكل تأكيد الأمر بالنسبة لليونان لديها القنوات القانونية التي من الممكن التوجه بها إلى الأمم المتحدة، والحقيقة أي نزاع كان سيحال في جوهره إلى مسائل قانونية. والاتفاقية التي وقعت، نحن لربما بليبيا سننظر إلى الاتفاقية ما الذي يمكن أن يكون إيجابي في هذه الاتفاقية وما الذي سيكون سلبي. وبالتالي بالنسبة لليبيا أعتقد أن هناك إيجابيات في هذا الأمر أكثر من سلبيات، خصوصا في مسألة تحديد الحدود البحرية فيما بين ليبيا وتركيا واليونان وأيضا مصر. فبالتالي هنا الطرف المستفيد حقيقة هو الطرف الليبي، إذا نظرنا أيضا الطرف التركي بكل تأكيد، باعتبار أنه أصبح لديه جزء كبير في البحر الأبيض المتوسط لم يكن في واقع الأمر بالماضي يستطيع الحصول عليه، لأن الحدود البحرية كما تراها الحكومة اليونانية تمتد إلى قبرص ثم تمتد إلى الجانب الجنوبي، وبالتالي ستكون هناك إشكالية فيما بين الحدود البحرية اللبنانية والحدود البحرية السورية وأيضا التركية والقبرصية. هنا طبعا نرى أن بالنسبة لليبيا قد استفادت من ناحية الاتفاقية 2019، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي. تبقى إشكالية الاتفاقية الحديثة التي وقعت، ماذا ستكون بنية هذه الاتفاقية؟ رغم البعض يعتبر أنها ليست اتفاقية، ولكن في واقع الأمر هي اتفاقية طالما أنها وقعت عليها وزيرة الخارجية والوزراء، فهي في بالنسبة للقانون الدولي تعتبر اتفاقية، وبالتالي طبعا الإجراءات القانونية المتعارف عليها دوليا وعالميا وأيضا بالقانون الليبي يجب أن يتم عرض هذه الاتفاقية أمام مجلس النواب ليتم نقاشها أمام مجلس النواب ونرى الأشياء السلبية والإيجابية، ويتم بعد التصويت عليها من قبل مجلس النواب للتصديق عليها، تعود إلى المجلس الرئاسي للتصديق النهائي، وبالتالي تودع فيما بعد
كما هو الحال في الأمم المتحدة عند السكرتارية الخاصة بالأمم المتحدة. إذن هناك إجراءات قانونية لم تتم بعد، وإنما الآن هي مجرد إجراءات تمت ووقعت الاتفاقية، وبكل تأكيد الأطراف التي ترى أنها ستضرر خصوصا بالنسبة لليونان ترى أن هناك إجحاف في هذه في هذا، وتحاول أن ترد ببعض الأشياء السياسية. الصراع السياسي في واقع الأمر فيما بين مجلس النواب وما بين حكومة بشارة وحكومة دبيبة وغيرها هو لا يؤثر في واقع الأمر على الاتفاقيات الدولية التي وقعت من قبل حكومة أيا كانت هذه الحكومة، حيث أنه يمثل الدولة الليبية ووزيرة الخارجية تمثل الدولة الليبية في واقع الأمر، وأيضا ربما حتى تصريحات وزيرة الخارجية تعتبر ملزمة للدولة الليبية، وبالتالي لم يحصل أي احتجاج دولي من قبل مجلس النواب أمام المجتمع الدولي بأن هذه الحكومة غير شرعية أو سيد هادي رفض التعاون مع هذه الحكومة. سيد هادي اسمح لي أعود للسيد فراس أوغلو. سيد فراس، بيان تركي اكتفى بذكر رفض اليونان وقبرص، تجاهل رفض مصر. من جهة أخرى الموقف المصري جاء رافض ولكن لم يأتي حادا بالشكل المتوقع من القاهرة. هل نحن أمام بداية تقارب مصري تركي كما يقال؟ هو التقارب أظن يعني بدأ، وإن كان وتيرته بطيئة نتيجة ربما ثقل الاتفاقيات ربما المصرية اليونانية المصرية الفرنسية المصرية مع الاتحاد الأوروبي. لذلك هذا أظن يثقل كاهل السياسة الخارجية المصرية باتجاه التوجه أكثر باتجاه تركيا، لأن الخلاف التركي الأوروبي حقيقة كبير وعميق. لكن هنا هذه أظن يعني هم يقرؤون المشهد بشكل جيد، وطبعا لديهم خبرة سياسية كبيرة، نحن نتكلم عن دولة كبيرة اسمها مصر. المشهد لا يحتاج أولا إلى التوتر العالي. لماذا؟ لأن لم يصدر شيء بعد، لم يتضح شيء أولا. ثانيا كل الاتفاقيات حول مضمار مذكرة التفاهم 2019 هو سيصب في مصلحة مصر وبشكل كبير. طبعا اليونان ربما من حقها أن يعني تصرخ وتنادي كما تريد، لأنها هي تخسر الحلم الذي تريده. هي تريد أن تحتجز كل مياه من إيجا حتى يعني أقل من 100 كيلومتر للسواحل الليبية، وهذه سرقة كبيرة لن يوافق عليها أحد، وحتى في بحر إيجا لن توافق عليه تركيا، وإن استدعى ذلك إلى صدام عسكري، وهذا أمر خطير جدا. لذلك هنا أظن تثبيت نقطة سياسية، بل هو السباق بالخطى السياسية. نجحت تركيا في تثبيت هذه النقطة على حساب اليونان، ولذلك هي هدفها الآن بالنسبة أظن للسياسة الخارجية التركية هو اليونان وليس مصر. بل حتى أنا أظن في المستقبل القريب ستبقى محاولة إبعاد مصر أكثر من التقارب أو التحالف قدر الإمكان، التحالف المصري اليوناني. وهذا يعني أظن جيد، لأن نذكر عندما كان التوتر حقيقة شديد جدا بين الطرفين أقامت مصر مناورات عسكرية مع اليونان في جزيرة رودس، وهي من الجزر التي ممنوع التواجد فيها عسكريا وفق اتفاقيات باريس وغيرها بين تركيا واليونان، ومع ذلك أقامت مناورات عسكرية مع مصر. وهذا يستجلب قراءة مهمة، هل مصر ستدخل في هذا السياق؟ بعد ذلك الأمور بدأت تتغير. طبعا أيضا تركيا كانت تتخذ سياسة الصدام، الآن السياسة هذه بدأت تتغير. لماذا؟ الآن الكل يتجه للهدوء من أجل استخراج الطاقة والنماء، وهذا النماء أو النماء الذي تحتاجه كل هذه الدول لتصدير الطاقة لأوروبا التي قطعت علاقتها أظن الطاقية مع روسيا. ولذلك الآن سنرى أن إسرائيل ستبحث في التصدير إلى أوروبا، مصر أيضا، ليبيا، الجزائر، وحتى من نيجيريا والمغرب باتجاه أوروبا. واضح أستاذ فراس، اسمح لي فقط أن أعود مرة أخرى إلى أستاذ محمد شريف. يعني لاحظنا صمتا أمريكيا على توقيع الاتفاقية في منطقة مهمة استراتيجيا مثل البحر المتوسط وتتعلق بقضية الطاقة أيضا، هل يمكن اعتبار الموقف الأمريكي اللامبالي تشجيع لأنقرة في توجهاتها المتوسطية الحالية؟
معلش انا ما سمعتش السؤال كويس يا فندم، اتفضل. طيب لاحظنا صمتا يعني امريكيا على توقيع الاتفاقيه. الصمت الامريكي. نعم. فيما طبعا يخص الموقف الامريكي، انا ما سمعتش امريكا، بس الصمت الامريكي وفيما يخص الموقف الامريكي في ازمات الشرق الاوسط تحديدا وفي الازمه الليبيه تحديدا، الدور الامريكي دائما ما ياتي من خلف ستار. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر دورها بشكل حقيقي، ولكنها وقفت خلف تركيا في فترات سابقة، وأيضا أعتقد أن هذه الاتفاقية وتوقيع هذه الاتفاقية والجدل حول شرعية هذه الاتفاقية، وخصوصا أن هناك حكومتين وأن هناك خلاف على الشرعية دولي ومحلي وإقليمي، الصمت الأمريكي أعتقد أنه له مآرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد بكل قوة من مصادر الغاز والطاقة في أفريقيا وتحديدا في الدولة الليبية، وبالتالي عندما يكون هناك اتفاقية مع تركيا ستخدم أيضا وتعود بالنفع على المصالح الأمريكية قبل الأوروبية، لأن هناك خلاف بين تركيا وعدد كبير جدا من الدول الأوروبية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لم تظهر موقفها حتى في ترسيم الحدود وحتى في هذا الاتفاق الأخير وهذا مذكرة التفاهم. وأعتقد أن يعني تفضل ضيف حضرتك الكريم أستاذ القانون الدولي وأكد على أن ليس مهم إذا كانت هذه الحكومة شرعية أو غير شرعية، على تحدث على حكومة الوحدة الوطنية وهي منتهية الولاية وهناك خلاف حول شرعيتها، تحدث أنه ليس مهم ولكن المهم الاتفاق، في حين أن القوانين الدولية تجعل الاتفاقات فقط مقصورة على الحكومات الشرعية ثم يقرها البرلمان المنتخب من الشعوب، حتى تكون هذه الاتفاقيات ذات جدوى وذات قيمة وذات فاعلية لابد أن يقرها مجلس النواب، لأن مجلس النواب هو الذي يمثل الشعب في أي من الدول، وبالتالي هذه الاتفاقية التي رفضها مجلس النواب سابقا والتي حدث بينها وبينهم يعني وحدث جدل كثير بشأنها، وأعتقد أنها هي اتفاقية ليست إلا للتسويق الإعلامي فقط لحكومة عبد الحميد الدبيبة، وأن تكون هذه الحكومة هي مفتاح سيد محمد لكي يتم التدارس حول شرعيتها في المجتمع الدولي، وبالتالي طيب. كل الصمت الأمريكي له مآرب، الأهم في ذلك أن هذه الاتفاقية جاءت في توقيت في مشهد مرتبك في مشهد نعم سياسي التوقيت والمشهد المرتبك وعدم الوضوح في بنود هذه الاتفاقية. سيد محمد اسمح لي فقط أن أعود للسيد الهادي. سيد هادي، تقول تركيا أن هذه الاتفاقيات المبرمة بينها وبين ليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين، من هو المستفيد الأكبر أو الحقيقي من وجهة نظرك من هذه الاتفاقيات تزامنا مع هذه الأوضاع التي تعيشها ليبيا وموقف تركيا أيضا السياسي من هذه الأوضاع في أقل من دقيقة لو سمحت؟ بكل تأكيد المستفيد الأول تركيا بكل تأكيد، لأنها خرجت لحدود بحرية جديدة مع اتفاقيتها مع الدولة الليبية وقطعت الطريق أمام اليونان وأيضا أمام مصر، لأن الامتداد الجغرافي الآن البحري لليبيا أصبح كبير جدا مقارنة بما كان عليه بالماضي، إضافة إلى ذلك أيضا تركيا لقد خرجت من العزلة البحرية حيث أنها بالنسبة لبحر إيجا تحت السلطة اليونانية أو تابع للسيادة اليونانية، بينما تركيا ليس لها أقل من كيلومتر واحد في بحر إيجا. في نفس الوقت أيضا بالنسبة للعملية الاقتصادية في حال ما أن يتم ذلك تعاون مشترك فيما بين تركيا وبين ليبيا في مجال استخراج الغاز والنفط والتكرير وغيرها من هذه المشاريع، بكل تأكيد الطرف الليبي ليس طرف غبي أو لا. طرف جاهل، بكل تأكيد لقد درس هذا الموضوع، وكما ذكر المتحدث عن وزارة الاقتصاد الليبي سيد الحويش قال نحن لسنا مع ضد مصالح دولتنا وضد مصالح الدولة الليبية. شكرا لك بروفيسور هادي شلوف، وأشكر أيضا المحلل السياسي فراس أوغلو أيضا من القاهرة رئيس مركز العرب للأبحاث ودراسات محمد الشريف، شكرا لكم على كل هذا الإيضاحات ضيوفي الكرام. الآن نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال 24 ساعة الأخيرة.
في جولتنا بين الصحف، تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية، والخارجية التركية تقول لا تهمنا تصريحات اليونان وأوروبا حول اتفاقنا مع ليبيا. نتابع. نبدأ جولتنا مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالا بعنوان تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الوحدة، حيث تناول المقال ردود أفعال محلية ودولية غاضبة ومعارضة بعد أن أعلنت حكومة الوحدة الوطنية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام. وردا على هذه الخطوة، سارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات، وحذرت في بيان لها أمس الاثنين التصرفات الفردية التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي. كما اعتبرت أيضا أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولا أثر قانونيا لها، وأن هذه المعاهدات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية. وفي ذات السياق، دعت الجانب التركي لاتباع الطرق القانونية لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب. جريدة المغرب من جانبها تحدثت عن المباحثات الأوروبية الليبية حول جهود إنجاح المصالحة الوطنية، وجاء في التفاصيل أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل لدى لقائه وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أكد على استمرار دعم الاتحاد لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقد تم طرح عديد الملفات على طاولة النقاش، من بينها تسهيل منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين، كذلك ملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية. كما أشار كاتب المقال في سياق آخر عن شروع البحرية الإيطالية في تنفيذ استراتيجية لتأمين خطوط الغاز القادمة من دول شمال إفريقيا نحو الأراضي الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط، ومن أهم تلك الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي الأنبوب القادم من ميليتا الليبية بين الزاوية وطرابلس والمعروف باسم أنبوب جراند ستريم. عالميا، نشرت وكالة الأناضول الناطقة باللغة التركية مقالا مفاده تركيا لا تهمنا تصريحات اليونان وأوروبا حول اتفاقنا مع ليبيا، حيث يرى الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش أن التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا بالنسبة لأنقرة ليست مهمة، موضحا أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة. كما لفت الناطق باسم وزارة الخارجية التركية أن جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة لن تسفر عن أي نتائج. ونختم مع موقع لوموند الذي كتب ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن المحروقات، حيث أشار المقال أنه بعد 3 سنوات من إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي واليونان، صرح رئيس الدبلوماسية التركية مولود جاوش أغلو عن توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن المحروقات في المياه الإقليمية الليبية وكذلك على الأراضي الليبية من قبل شركات تركية ليبية مختلطة. وفي المقابل كشف وزير خارجية اليونان نيكوس دانديس أنه يعتقد، وكذلك نظيره المصري سامح شكري، أن حكومة طرابلس تفتقر إلى الشرعية لإبرام مثل هذا الاتفاق. كما أعلن السيد دانديس أنه سيتوجه إلى القاهرة يوم الأحد لإجراء مشاورات حول هذا الملف. يعود الجدل باقتراب موعد إعلان الرابح بجائزة نوبل للآداب حول الاسم الذي سيبرز هذا العام. هل سيكون كاتبا كبيرا أم اسما يشكل اكتشافا؟ جائزة نوبل للآداب هذا العام تدور حولها التوقعات بشكل لافت، مع احتمالية أن تأتي بمفاجأة. وتعد الأكاديمية اليوم في طور التعافي من الأزمة الطويلة التي شهدتها عام 2018 والضجة التي أثارها منح الجائزة للكاتب النمساوي بيتر هاندكا بسبب مواقفه السياسية. كذلك استحدثت الأكاديمية عام 2020 مجموعة خارجية جديدة من الخبراء في مناطق لغوية مختلفة بعدما تعرضت للانتقاد لافتقارها إلى التنوع في اختيار الفائزين. ومنذ الهزة التي أحدثتها فضيحة الفرنسي جان كلود زوج عضوة الأكاديمية الشاعرة كاترينا فورسنتشون، والاضطرار إلى تأجيل الإعلان عن جائزة 2018 لمدة سنة، فازت بالجائزة سيدتان هما البولندية أولغا توكار ثم الأمريكية لويز غلوك، فيما حصل عليها رجل واحد. وحصلت 16 امرأة على الجائزة الأدبية المرموقة منذ تأسيسها
تأسيسها، ومن بين المحتمل منحهن الجائزة أيضا الروسية لودميلا أوسيكايا التي سيكون فوزها لو حصل فعلا بمثابة رسالة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقبل ختام جولتنا في وسط الخبر لليوم نذكركم بأبرز العناوين. أصداء توقيع الاتفاقية بين ليبيا وتركيا تتصاعد وحكومة دبيبة تصر على تفريطها بمصالح وثروات البلاد. وعداوات تركيا ومصالحها تعزز ارتباطها بحكومة الوحدة الوطنية وتزيد من الاستقطاب السياسي الداخلي. وفي الختام زوروا موقعنا الوسط.ly أيضا بوابة الوسط. إلى اللقاء. إلى اللقاء.